اهلا بحضراتكم من جديد. اعتقد الكلام في افريقيا والكلام في الشد والجذب دمه بيبقى تقيل شويه. تحب طبعا تطر القعده؟ مؤكد 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 الفقره الاخيره لن تبقى ليها يعني عايز ايه؟ عايز هجاصين ولا دجالين ولا انا عارف انت مجهز لي ايه؟ عايز ترامادول. طيب الاداره في الاهلي والزمالك كابتن رضا عبد العال يتحدث في LTC وعشان تقول رضا عبد العال قول رضا عبد العال وكفى، مش محتاج عناوين، قول تعالوا نسمع الكابتن رضا عبد العال. كذا مره انت تسالني انت اهلاوي زملكاوي بقول لك زملكاوي، هي دي كريمه؟ زملكاوي وصاحب الفضل عليا نادي الزمالك وهفضل لغايه ما اموت، ولا بقرب من نادي الزمالك عشان امسك ولا بقرب من النادي الاهلي عشان ولا همسك ده ولا همسك ده. بس دي كلمه حق بتتقال. جمهور الزمالك وانت تعلم ذلك كان في مدربين بييجوا ما يلعبونيش جمهور الزمالك اللي يقف في ظهري وكان بيلاعبني ويفرضني على التخين، حصل؟ حصل. في النادي الاهلي جمهوره بيحبني جدا بس كلام الاداره رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة بدليل طرب زيت وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومحمود صالح. تمام. هو هنا يتحدث عن الفرق بين ال ودي له نقطة الإدارة. دي يعني بيقول لك جمهور الزمالك كان بيفرضني على أي حد. الإدارة تستجيب، لكن في الأهلي لا، بدليل إن الأهلي ماشي طرب زيد وعلاء ميهوب ومحمود صالح وربيع ياسين لما شعر إن مصلحة الفريق في اعتزاله. فده أحد الفوارق اللي بتبين الاحترافية الإدارة وإنها بتواجه المشاكل بقوة وشجاعة يعني. طيب كابتن رضا كمان يتكلم عن قصة حقيقية مع الدجالين، نشوف. أنا أقول لك واقعة بسيطة اللي حصلت معايا جد. والله العظيم وحياة ولادي حصلت بجد. اتفضل. رئيس إدارة كان في الاتحاد كان صاحبي جدا وكان من الصعيد. في اتحاد الكورة. اتصل بيا مرة وقال لي إيه هعدي عليك نتغدى مع بعض وهنروح أنا وأنت مشوار. قلت له ماشي، كنت أنا بطلت كورة. تمام. واخد بالك؟ بطلت كورة بقالي سنتين بالظبط. تمام. فنزل واتغدينا ورحنا في حته جنب مستشفى هليوبلس. انا ما اعرفش احنا رايحين فين بقى. اتغدينا ويلا بقى نروح المشوار. قلت له يلا. دخلنا لقيناه بيرن الجرس في دور ارضي. فالراجل قام جاي قال له ايه اتفضل يا حاج فلان. واخد بالك؟ فدخلنا. قال له ايه تاني؟ اتفضل يا حاج فلان. تمام اتفضل. فطبعا الباب اتفتح ودخلنا. اوله قاف؟ لا. ودخلنا مشينا في الشقه قال لك خش شمال. دخلنا شمال، دخلنا على اوضته لقيناه قاعد وفارس سجاده صغيره كده ولقيناه ايه واحد لابس جلابيه وسفيف ورفيع يعني قريب من الكاس من احمد الكاس. طيب شكله بالظبط. وبس التاني كمان اخس كمان من الكاس. تمام. فهو قاعد ايه على كاني ايه ساجد يعني. فقعدنا جنبه فانا ما اعرفش مين ده. فالتاني يسلم عليه وبس دماغه وبس كتفه ويطبطب عليه وبتاع. فقال له كان في ماتش شغال. كان ساعتها الفرقه اللي هي المعادن بتاعت المعادن بتلاعب فرقه اسمها جولدي. كان اسمها جولدي. لا المعادن كان ساعتها المعادن. وبيلعبوا فرقه على اللي هيصعد. كان في ملعب اسكو. والله ما فاكر. انا فاكر يعني بس الواقعه دي كان جولدي. كان محمد صلاح المدير الفني. لا ما اعتقدش كان المعادن باي يا هو يا ربيع ياسين. تمام. كان واحد من الاثنين. فالمهم ايه فطبعا قعدنا نتكلم شويه اول ماتش شغال. فجاب السيره وقال لك ايه ان الفريق اللي هو ضد المعادن مديله فلوس عشان ان هو يصعدهم لان هو عارف ان المعادن كانت بالحكام. فالراجل رئيس النادي ده جاله واداله فلوس وقال له انا عايز اكسب الماتش ده، كسبت الماتش ده هصعد. واخد بالك؟ فوقف كده على التلفزيون قعد يقول حاجات. انت بتتكلم بجد والله؟ اقسم بالله. وقف على التلفزيون على الشاشه الماتش شغال. وقال لك ان انا هكسب الفرقه دي دلوقتي. عمل ايه بقى؟ قعد بقى يقول حاجات كده ايده على التلفزيون كده وعمال يقول حاجات وعمال مغمض والكلام ده. فجاه المعادن جاب جونين. والله العظيم والله العظيم والله العظيم هذا حصل. يعني هو عايز يكسب الفرقه الثانيه اللي ضد المعادن. ضد المعادن مش فاكر كان هو إيه. قعد يقرا راح المعادن جاب جونين. جاب جونين. ايه العظمه؟ اقسم بالله زي ما بقول لك. لا استنى بس. فطبعا ايه فبيقول لك ايه رايكم؟ فطبعا الراجل اللي معايا طبعا متيم بيه. بركاتك يا حاج
بركاتك يا شيخنا مش عارف. قلت له ده انت قلت ان الفرقه دي اللي هتكسب مش الفرقه دي. قال لك يبقى انا عملت التعويذه غلط. الشوط الثاني وكان كان فاضل خمس دقائق قال لك الشوط الثاني ان شاء الله هنعمل التعويذه الثانيه هيكسبوا 3-2. وهو اصلا الماتش كان فاضل له خمس دقائق وانتهى. يا نهار ابيض اقسم بالله هذا حصل قدامي. فانا طبعا بعد ما خرجت والتاني والثاني لسه مقتنع مقتنع. ده الثاني بيقول لي لازم تروح له هيرجعك تلعب كره ثاني. قلت له حظ الله بيني وبين الكوره. بس انت قلت حاجه خطيره جدا. ممكن رضا يعني كابتن رضا ده مش حل. لا حاجه جميله جدا الحقيقه مش ممكن. طيب كمان رضا عبد العال بيسمي لاعب خد ترامادول نشوفه. طيب يبدو انه الجهاز هو اللي خد ترامادول. ولا الراجل قرا التعويذ علينا احنا. يا شوارب طب تاثير الترامادول راح ولا لسه؟ طب فكت ماشي. عندي ماتش كنا نلعب الاولمبي كنت ماسك نبارو تمام وكان عندي واحد استاذ ترامادول لعيب في الفرقه استاذ في الفرقه فانا عندي لعيب كان كابتن رضا عارفه مش شبيه شبيه بيا كده يعني كورته حلوه قوي وكان اسمه حماده الدمنهوري والتاني كان اسمه بدير كان لعيب في المنصوره فبدير ده كان استاذ ياخد فطبعا حماده ملوش في الكلام ده بدير الكبير بدير الصغير الصغير بدير الشربين دي بقى حقيقيه وبقولها على الهواء فرايحين يلعب الاولمبي فقال له حماده انت عايز تبقى زي الحصان بكره قال له هتاخد واحده من دي حماده خدها انت عارف اللي هو شارب مثلا 100 ازازه خمره لا والله والله بقى ياخد الكره ويطلع بيها بره لان مش واخد على كده تمام الحقيقه كابتن رضا لكن دم سيبك بقى من المفارقات وخفة الدم والكلام أراءه التي تثير الجدل. تعالوا شوف رأيه مثلا رأيه إيه في مورينيو المفروض أنه واحد من أفضل مدربي العالم. كل واحد يتكلم عن الكورة يكون لعب كورة بالظبط كده. طب تسمع عن واحد اسمه مورينيو مورينيو ده مدرب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ده اكبر هجص وقبل كده كان تشيلسي وقبل كده كان مين كان ريال مدريد ده اكبر وصاحب الالقاب الرهيبه في العالم وعمره ما لعب كوره ما يفهمش في الكوره مورينيو يا كابتن ليه بقى شوف انت بتتكلم هو ما لعبش كوره ما عندوش الاحساء هو كان معاه احسن فرقه في العالم ريال مدريد برشلونه كانت بتديهم على دماغهم ليه لانه ما لعبش كوره ما يعرفش حاله اللعيب يوم الماتش ايه هو بص هو حافظ يا استاذ معتز حافظ مش فاهم طبعا لان ما لعبش يعني موريلي وحش طبعا برضو طبعا يعني انت مثلا لما هتيجي تقارن بجوارديولا ولا مورينيو يعني عنده سي في طويله عريضه احنا هنخالف التاريخ استاذ معتز هو أيوه. بيروح على فرق بتجيب له لبن العصفور انا عايز الاستاذ معتز وعايز ده بيجيب له 7-8 لعيبه احسن لعيبه في العالم لا ده انا شكلي هراهنك بقى ومش مهم الشاشه تاخدها تاخد الاستوديو كله ده انا هراهنك بقى على مورينيو ده طيب هو يعني رضا عبد العال لعيب كان موهوب له طبع خاص جدا في الكورة لعيب منحاز جدا للمهارة هو ممتع في لعبه في كلامه في شخصيته فبالتالي واضح انه قياساته رايحة للمهارة العالية حتى هو ما بيقارن بين مورينو وجراديولا شايف جراديولا عشان بيلعب كرة ممتعة في حتة تانية هل هتقارن ده بده ده حافظ ده مش بالظبط وانحيازاته للمهارة حتى لما سئل في الحوار ده نفسه مع معتز الدمرداش ماذا لو محمد صلاح اصيب؟ قال له انا هرسد يبقى ما نروحش. قال له ما نروحش نروح نعمل ايه؟ لا ده هو انا شفت له برضه مره راي فبقول له التدريب ده هاكس قال له كلنا هجاصين وانا منهم. قال له انت بتصدق؟ انت بتصدق الكلام بتاعك ده؟ يعني هو بس احنا دلوقتي احنا كنا بنتكلم إن تم احتواء أو تم اعتذار أو تم معالجة الكلام اللي ما كان ينبغي
ان يتصرف فيه الاستاذ ابراهيم فايق ويقول، ويبدو ان هو يعني ادرك ده، ادرك هذا، وعايزين الناس برضه. وعلى فكره يا جماعه برضه خلي بالكم، خلي بالكم نقطه بس على ذلك، الرياضه فوز وهزيمه، الرياضه لكن ايضا تسامح. اذا كان هناك انسان ادرك انه عمل شيء ما ينبغش، لا ينبغي ان هو كان يعني يتمادى فيه وعايز يتراجع عنه، بلاش القرص بقى خلاص، يعني نعتبر الامور انتهت عند هذا الحد، خصوصا ان الكابتن سيد قال لنا هذا الكلام نفسه، يعني هو قبل ما قدمه من تفسير. اسمعوا معانا الاستاذ ابراهيم فايق بيقول ايه. قبل ما نسمع في تليفونات ناخدها سريعا قبل ما نسمع الفيديو. ماشي. هو يعني انا بس قبل ما نبعد شويه على موضوع الترامادول، لانه فكره الترامادول والسحر، الدوري المصري مليان شعوذة وترامادول بجد يعني للاسف في مدربين شغالين مع دجالين وسحره بشكل غير عادي جدا، وبيعتقدوا فيهم وبيروحوا لهم وبيجيبوهم تفاصيل، لو اتقالت الناس هتتكسف تنزل الملعب. يا جماعه ما يصحش كده، لو المساله بهذا الشكل من النصب والدجل كانوا الدجالين والدول الافريقيه اللي بتعتمد السحرة راحت كاس عالم وخدت كاس عالم. مش معقوله كده ارجوكم في القرن ال21 وتصدروا هذه المعاني للعبتكم. وبعدين لا، انا بتستفزني جمله ما هو السحر موجود في القران، وكان ده في حد ذاته تسليم بالاستعانه به. طيب ما هو في القران وما هم معنى الايه وما هم مضرين به احد الا باذن الله، يعني في النهايه الامر كله موكول الى اذن الله سبحانه وتعالى، مش لمجرد انه موجوده هذه القوى الخفيه فبقى ده سلاح خفي. لا، في الاخر مرجعها الى انه لن لا هيضره ولا هيفيده الا باذن الله، وباذن الله هذا مقرون بالعمل. مش معقوله نغيب العمل ونغيب العقل ونغيب العلم ونركز في الشعوذه. وضع عذر لعيبه النقل لما تقوم تقول لك اصل معمول لنا سحر، يقول لك يا عم هيجيبوا جون ازاي؟ والله الشبكه كانت مقفوله، يقول لك هتدخل ازاي ده مقفوله. ما علينا، احنا بس عشان طيب محمود من المنزله سريعا.